موجودين مع حضراتكم على هامش فعاليات كوب 27 هنا في شرم الشيخ، ودلوقتي بينورني في الاستوديو السيد ناصر الرزيقي مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. اهلا بحضرتك، منورنا في مصر. اهلا بك يا استاذ، وشكرا على الاستضافة. سلطنة عمان دولة منتجة للنفط بشكل كبير، ومع ذلك هناك اهتمام بمسألة الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، اهم المشروعات اللي تمت في هذا المجال. هناك عدة مشاريع عندنا، اللي هي في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين. في ممكن أكثر عن 4 اتفاقيات تم توقيعها خلال 5 سنوات الماضية، وفي تركيز حاليا خلال فترة هذه كوب 27 اتفاقيات تم توقيعها عن طريق وزارة الطاقة والمعادن. كان في توقيع وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة الطاقة السعودية مذكرة تفاهم، ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن ومملكة نيذرلاندز. وكان هناك ايضا توقيع ما بين جهاز الاستثمار العماني وشركه اكوا باور في المشروع خليج السويس الذي يتوقع بدء تشغيله سنه 2026. ده تعاون عماني سعودي مصري تم توقيعه هنا في كوب 27. بالضبط بالضبط، صحيح. طيب عايز اروح مع حضرتك كمان لاستخدام طاقه الرياح والطاقه الشمسيه في عمان، وده بيتم على شكل كبير. يعني الاهتمام اللي صاير بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، اهم العوامل ما بين الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح اللي هي جمع ما بين الطاقتين لإنتاج الهيدروجين. والهدف منها هو إنتاج الهيدروجين بتكلفة متخفضة جدا. فلذلك بعض الدول تركز على الطاقة الشمسية، وبعض الدول تركز على طاقة الرياح، لكن في عمان على شواطئها الممتدة التي تمتد إلى أكثر من 3000 كيلومتر مربع، في مناطق معينة بتكون مخصصة للاستثمار في مجال الهيدروجين. الأجندة العمانية هنا في كوب 27 ماذا تحمل؟ الأجندة العمانية في كوب 27 هي تعريف الدول المجاورة وتعريف دول العالم بالدورة التي تقوم بها سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، وأيضا جذب الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات وتأسيس مبادئ التعاون ما بين سلطنة عمان والدول الأخرى. مسألة التمويل، التمويل الأخضر، ويعني يعني تمويل المشروعات اللي بتستخدم الطاقة النظيفة، أعتقد أنه ده يعني على رأس الأولويات، لأنه حتى كان لسه في جلسة حضرها معالي وزير الطاقة بتتحدث عن هذا، وأعتقد أنه التمويل هو التحدي الأكبر، وإحنا بنقول أن كوب 27 هي قمة التنفيذ، لأي مدى شايف أنه ده ممكن أن يتحقق من خلال هذه القمة وتكون نقطة فاصلة في مسألة التمويل؟ كوب 27 عبارة عن بداية انطلاق هذه الرحلة، فلذلك تأسيس الشراكات والتفاهم والنقاش بشكل مبدئي في هذه المواضيع خصوصا في التمويل الأخضر يعتبر نقطة بداية لنفس هذه المشاريع. لذلك التمويل الأخضر يعتبر من أهم الروافد لتأسيس نفس هذا القطاع، لأن قطاع الهيدروجين قطاع ناشئ وقطاع يحتاج إلى استثمارات كثيرة، فلذلك النظر متواصلة أو تحقيق هذه الاتفاقيات والتفاهم ما بين سلطنة عمان وبين البنوك العالمية من أجل التمويل الأخضر يعتبر نقطة جدا مهمة. كيف وجدت التنظيم هنا في مصر لهذه الفعالية الضخمة والوفود الكبيرة ورؤساء وزعماء الدول، كيف تبعت هذا؟ تنظيم رائع، ممكن نمر على أكثر عن دولة، ممكن نعرف إيش اللي صاير في الأكثر عن دولة، يعني ما شاء الله جدا رائع. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا سيد ناصر الرزيقي مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ألف شكرا على الاستضافة، وربنا يكرمك على خير إن شاء الله.